أكد أيضا عدد من المواطنين فشل القطاع الصحي بمصر في ظل عدم قدرتها على تقديم العلاج اللازم لآلاف المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة. مصر لديها أقوى برنامج قومي للفيروسات الكبدية في العالم. لا والله أنا لسه جاي اهوت والإشاعة هيت في إيديا وبنعمل احنا موظفين حكومة وبنعمل سيادتك ما بنصحش في كلمة المبادرة، لا المبادرة شغالة والصحة شغالة وده كويس حلو من الحكومة يعني. الفيروس دلوقتي بقى حاجة يعني عاملة زي نزلات البرد بالظبط. كنا الأول بنسمع فيروس بنخاف منه، دلوقتي خلاص يعني بقى نسمع فيروس شيء عادي، بناخد الجرعة وبنتعالج وخلاص يعني.